اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين مستمتعين بالحوار اوف اير اكتر. يعني بصراحه حوار رائع جدا وكنا بنتكلم في حاجات كتيره جدا، ولكن خلينا ننتقل مع حضراتكم ولا عايزين كل حد يقول حاجه في اللي يعجبك التفويت، لان التفويت ده هنرجع له مش حلقه النهارده، لانه مش هينتهي بحلقه النهارده. مش هينتهي بحلقه النهارده، مجرد فتح هتكبر يعني. لان هتخش فيها الحكام، هيتهموا الحكام بالتفويت، لا احنا هنبدا ويتهموا رؤساء انديه بالتفويت. انا عارف ان الحلقه تكبر لان المخطط اكبر من دي البدايه. انا شايف ان الحديث عن تفويت المباريات دي البدايه، لكن انا عارف انها طول الفتره الجايه طول ما الاهلي بيكسب هتخش لحكام وهيتم اتهام حكام. ولو كان في مسؤول معين موجود دلوقتي كان زمان احنا بنتكلم في قضايا تانية خالص بشكل مختلف خالص، لكن انا بقول لحضرتك القضيه هتكبر بشكل كبير جدا. يبقى ده لازم يتفتح الملف ده ولازم نواجه ده. ها كابتن مهندس فرج عامر، ما تهم رد على احد على طول، رد على احد المتعصبين بيقول له انتوا ما كسبتوش السوشيال ميديا. قالوا ما كسبتوش انت يا بطل. ليه يا بطل؟ ليه بلاش بقى خليها يا بطل. لا هو قال حاجه ثانيه، انا بقول لك خليها يا بطل. فخليها يا بطل يعني اهو قادر رئيس نادي، اهو قادر رئيس نادي، اهو الجماهير على صفحته الشخصيه بتتهمه بالتفويت. رئيس نادي بتتهمه بالتفويت. انت قصدك ان الحمله لسه هتبتدي تكبر بعد كده وتخش في التفويت؟ مش هتنتهي بسهوله. بعد كده حكايه سرد النتائج، ان يعني لما واحد اعلامي يطلع يقول لك ازاي الاهلي بيكسب الفرقه دي 20 مره ورا بعض، طب يبقى زمان كان بفوت الاهلي. طب مانويل جوزيك لعب مع الزمالك 18 20 مباراه، كسب 18 مباراه وخسر مباراه واحده وتعادل مباراه. لا والمباراه اللي خسرها دي خسرها ازاي؟ ما انا عارف 2-1. هل خسرها ازاي؟ هل الزمالك هيفوت لمانويل جوزيك؟ لا ما اعتقدش الزمالك هيفوت. لا هيفوت كام؟ كانوا بيفوتوا لمانويل جوزيك. ما تدخلش يا كابتن اسلام. يعني الزمالك كان بيفوت الاهلي، بيفوت الاهلي دوري وكاس وافريقيا. مش ممكن يعني. ما انت قلت لا الحكام كانوا هتبقى الحكام.